انا اللي بقول لك كابتن الكوره ضغط عصبي كبير طبعا جدا، طبعا كبير كبير طبعا. يعني فيها ليك كتير. بقى في التمثيل يعني بتعرف تمثل؟ في مثلا حد قال لسه لك والله انت اتعلم، لازم تمثل؟ لسه اتعلم والله. لا والله لا، وعشان كده احنا لازم برضو نختبر الموضوع ده، نختبر اذا كان. مين اللي قال لك بقى انت ليك في التمثيل؟ مين اللي قال لك؟ لا لسه اصحابك اتعلم. انت اصحابك كتار في بس لسه اتعلم، بكلم بجد والله لسه اتعلم والله. بس مين اللي اقنعك بالفكره؟ مين اللي قال لك على فكره؟ اتفرجت على برنامج رامز؟ طيب على فكره الكهرباء انت يجي من برنامج رامز؟ اتفرجت على الحلقه ولا اتفرجتيش؟ يعني اكيد كل بتفرج عليها تاني عشان تعرف انا كويس ولا مش كويس. ليه انت اللي تقول لي؟ انت ما اللي انا والله يعني رياكشناتي كده فيها ايه؟ اعرف امثل ولا ما اعرفش؟ انت ما لا بص، كهربا انا حاسس من وجهه نظر يعني كده ممكن كهربا يخش في الحته دي شويه، يعني عنده ميول شويه للكاميرا، وهو دور يعني برنامج مع رامز كان حلو قوي يعني. رياكشناتك كانت رياكشنات عظيمه بصراحه يعني. عشان كده بقول لها اتفرج على حلقه رامز هتعرفي رياكشن غير طبيعي. حلقات الحلوه قولي. احنا هنطلع فاصل تاني ونرجع تاني نكمل البيت الكبير. اتفضل.